نروح مع حضراتكم لوزارة الداخلية، واللي نشرت فيديو امبارح بيوضح الجهود اللي قامت بها أجهزة الوزارة وأهم القضايا اللي تم ضبطها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2925 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 358961 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10078 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 971 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 5 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 32 طن أقماح، وكذلك ضبط 4252 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 24 طن. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2524 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 261 طن. كما تم ضبط 111 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 767362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 306864 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3954 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 175 سائقا منهم. كما تم المرور على 63 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 227 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 227 مركبة وتبين مخالفة 16 منها. كما تم رفع 339 سيارة و29 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8678 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1351 مخالفة للأجهزة الصوتية وضبط 1752 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3309 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3833 مخالفة ملصقات وضبط 42 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 524 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 95234 قضية ومخالفة لشروط التعاقد
بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 8,378,975 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 273 قضية، من بينها 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 101,347,706 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,516 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,761,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,103,024 جنيها.